وهذا الدين أيها المسلمون منصور لا محالة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ما قال لتظهرونه. فالله جل وعلا جعل نصرة الدين إليه وجعل ارتفاعه عليه، قال ليظهره على الدين كله. قال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى: ولو كره المشركون. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. ينبغي أن نعتقد عقيدة جازمة أن هذا الدين ظاهر. هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام لخباب، قال: يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لا تستعجل يا خباب، حتى وإن لم ترى أمامك نصراً ظاهراً، ولم ترى عدداً مقاتلاً، ولم ترى أسلحة قائمة ومجموعة، لا تستعجل يا خباب، الدين منصور بك أو بغيرك.